بسم الله الرحمن الرحيم. احنا كنا خدنا في البيولوجي في المره اللي فاتت عن التي ان اف الفا بلوكرز، عن التي ان اف الفا، تي ان اف الفا بلوكرز. حاجات كتير النهارده، اتكلمنا في المره اللي مش كان فاتت عن شكله الميكانيزم واسماء الادويه، وبعدين اتكلمنا عن السبيشال سيتويشن مع الانفكشن، سبيشال تي بي، هيباتيتس بي، ما هي علاقه الموضوع بالهارت فيلير. في ثلاث عناوين مهمين النهارده، هما التي ان اف الفا انهبيتورز، من الاسهل فالاصعب، يعني عمليه البري اوبراتيف بريبريشن. الحاجه الثانيه اثناء بريجننسي اند لاكتيشن، والثالثه ما هي العلاقه بالكوفيد 19. بهداوه كده، هو ايه اهميه البري اوبراتيف بريبريشن؟ يجي لك ريكوست من اي حد من الجراحه ان المريض ده هيدخل عمليه، ايه موقفنا من التي ان اف الفا يا دكتور؟ ما هو موقفنا من التي ان اف الفا انهبيتور؟ قول له يا دكتور بنوقف الدواء التي ان اف الفا من اسبوع لاربع اسابيع قبل العمليه، والريسيومد بعد العمليه بكام؟ 14 يوم. بص يا دكتور، دايما قبل العمليه لو انت مش عارف خلاها شهر، دايما كده في اي بيولوجي خلاها شهر، بعد العمليه ب 14 يوم. اذا لم يكن هناك ايه مشاكل من الجراحه، يقول لك ان المريض ده هيحصل له delayed wound healing، يبقى نصبر شويه، او هيحصل increase incidence of infection. طيب قضيه البريجنسي واللاكتيشن يا دكتور، ده سؤال مهم، ده سؤال مهم. انت حضرتك عارفين ان تي ان اف الفا عباره عن يا اما مونوكلونال انتي بودي يا اما ريسبتورز للتي ان اف الفا. المرة اللي فاتت قلت لحضراتكم ان الـ TNF الفا انهبيتورز، اول معلومة كروس البلاسينتا امتى؟ شطار، عند الاسبوع ال 22، لكن في ناس بتعدي بدري، بتعدي عند الاسبوع ال 16. مين ده؟ انفليكسيماب، وده اللي خلى بعض الجايد لاينز متحفظة على الانفليكسيماب. طيب المشكلة في ايه بقى يا دكتور؟ المشكلة في ايه؟ ان في ريسبتور على البلاسينتا اسمه كده، اسمه اف سي ريسبتور اوف نيونات، اختصاره ايه يا دكتور؟ اف سي ريسبتور في النيونات. اهمية هذا الريسبتور ايه؟ انه موجود على البلاسينتا، بيحب مين ويكره مين يا دكتور؟ يحب مين ويكره مين؟ طبعا المكروه يكره ابدا وعلى طول السيرتوليزوماب، عشان كده السيرتوليزوماب دواء كويس. اخوه مين المكروه الثاني؟ ايتانرسبت. طيب نمسح ونكمل كده، يبقى المعلومات التي ان اف الفا مع البريجننسي يا جماعه معلومتين. اول واحده ان التي ان اف الفا انهبيتورز كروس البلاسينتا عند الاسبوع ال 22، لكن في ناس عم بتعدي عند الاسبوع ال 17 اللي هو الانفليكسيماب. انفليكسيماب. المعلومه الثانيه يا دكتور، المعلومه الثانيه، الانفليكسيماب عند الاسبوع ال 16. المعلومه الثانيه ان في ريسبتور اسمه اف سي ار ان، ده ريسبتور للنون يا دكتور، موجود على البلاسينتا، بيحب مين ويكره مين؟ يكره الايتانر سبت ويكره السيرتوليزومان. طيب تقع اختيارك التي ان اف الفا يا دكتور ما بين عنوانين، عنوان سيء جدا وده شيء مخيف يعني، وعنوان يبشرك اسمه الجايد لاينز. تخاف من ايه يا دكتور؟ يسالك في الاورال يعني. زمان لما كانوا بيستخدموا التي ان اف الفا في بدايته انهبيتورز، خصوصا الايتانر سبت مع الانفلاماتري باول ديزيز، اتولد بعض الاطفال عندهم كونجنتال انومالي اسمها فاك ترال. عباره عن ايه يا دكتور بقى؟ رقم واحد عندهم فيرتبرال انومالي، انال انوماليز، كاردياك، تراكيوسوفاجيال، رينال ديفكت، وعشان ما حدش يزعل ليمب ديفكت. طب ايه اللي تبقى في الطفل ده؟ لكن الشيء الغريب يا دكتور، لما اتعملت استدي لو ان الكونجينيتال انومالي اللي بتحصل دي
نفس النسبة اللي بتحصل في النورمال بوبيليشن، مفيش statistical difference. واختفى هذا الكلام عن التي ان اف انهبيتور تماما. لكن الشيء اللي يفرحك ايه بقى يا دكتور؟ ان الجايد لاينز عموما، الجايد لاينز اللي هم الاثنين الكبار، بلاش الدي اس ار يا دكتور، مين اهم تو جايد لاينز عندنا؟ اول واحده يولار ريكومنديشن، والثانيه الاي سي ار عشان يبقوا راس براس. اليولار ريكومنديشن قالوا ايه يا دكتور؟ قالوا بص يا سيدي، خلينا نمشي بخطه ظريفه جدا. ان اليولار ريكومنديشن قال لك اول ثلاثه من التي ان اف انهبيتور يكملوا في الفيرست اند سكند تريمستر. مين دول يا دكتور؟ يكمل على الانفليكس ماب او اداليمو ماب او جوليمو ماب. طب وبعد كده مع بدايه السكند او نهايه السكند اسف وبدايه الثيرد تريمستر يكمل على السيرتيلوزوماب والايتانال سيبت. طيب يعني من البدايه سيفلي ممكن تستخدم مين؟ سيرتيلوزوماب او ايتانال سيبت. جم الجماعه بتوع الاي سي ار يا دكتور قالوا ايه؟ قالوا شوف يا حبيبي، اللي احنا بنستخدمه سيف اثناء البريجننسي، اثناء البريجننسي من بدايه الكونسبشن، هو السيرتيلوزوماب اللي هو السيمزيا. كويس كده؟ فقال ان احنا الاي سي ار قال ان احنا بنكمل الادويه، لكن نيجي على الثيرد تريمستر لابد من الديس كونتينيويشن. كويس؟ يعني هما ان جنرال، ان جنرال يكونتينيو مين يا دكتور؟ السيرتيلوزوماب محبوب. وعلى مضض كده ومراره مبلوعه، يعني انك انت تستخدم الانفليكسيماب والجوليموماب والاداليموماب والايتانرسبت، واخد بالك، في الفيرست اند سكند تريمستر. يعني هم في الثيرد تريمستر داز نوت ريكومند يا دكتور لو كانت ديزيز كنترول، لو كانت ديزيز كنترول. ننتقل للنقطه الثانيه، يعني الاي سي ار يا دكتور تكتب جنبها كده الثيرد تريمستر بلاش اهو. حبايبنا اليولار قال استخدم عادي اول ثلاثه لغايه السكند تريمستر، سيرتيلوزوماب وايتانر سيبت كمل. الاحسن مين؟ سيرتيلوزوماب. طيب المشكله الثانيه في اللاكتيشن يا دكتور، المشكله في ايه؟ لو دي الام اهي، نشوف السيرم ليفل عندها كام، وبعد اللاكتيشن نشوف السيرم ليفل في البيبي. لقوا ان السيرم ليفل للتي ان اف بلوكر يا دكتور في دم الطفل ده موجوده، بس داز نوت افكت البيبي هيلث. فقالوا خلاص هذه مسموحه اثناء اللاكتيشن، وخصوصا يحبوا مين يا دكتور؟ يحبوا مين؟ سيرتوليزومان. لكن كلهم عادي مفيش مشكله، بس التكه هنا فين يا دكتور؟ التكه هنا فين؟ انك تاخر البي سي جي فاكسينيشن 6 اشهر. ادي يا سيدي اللي راح عن البريجننسي اند لاكتيشن. نروح للمعلومه الثانيه اللي هم التي ان اف الفا انهبيتورز مع الكوفيد 19. شوف يا دكتور، شوف يا سيدي، اول حاجه نسالك سؤال، ماشي على تي ان اف الفا انهبيتور ياخد الكوفيد فاكسين ولا لا؟ يلا يا دكتور ايه رايك؟ ها الجمله اللي حسب الجايد لاينز بتقول ايه يا دكتور؟ should be vaccinated. طب وانت قلبك جامد ليه كده يا سيدي؟ قال لك عشان حاجتين، عشان حاجتين، ان الفاكسين عباره عن ام ار ان يا دكتور، يعني هو مش فيروس، فعشان كده الريسك اوف اكتيفيشن للفيروس زيرو. رقم اثنين مفيش انتر اكشن مع ادويه الكوفيد 19. فقالوا خلاص يبقى كل المرضى should be vaccinated. لو ماشي على تي ان اف الفا يبطلها عشان الفاكسينيشن في الام سي كيو؟ قول له لا. طيب قدامنا مرضى الروماتولوجي حاجه من اثنين، بالعربي كده يا اما مخالط واحد عنده كوفيد، يا اما هو عنده سيمتوماتولوجي اكتيف ديزيز، يعني عنده كوفيد 19. تعمل ايه يا دكتور؟ شوف يا سيدي، شوف شوف شوف،
discontinue ال TNF alpha inhibitors. حلو كده؟ فالكلام توقف كل حاجه ما عدا الانترليوكن 6 بلوكر. وبيستخدم مع مين يا دكتور؟ بيستخدم لما تتكلم مع دكتور الصدريه. طيب انت وقفت ال TNF alpha inhibitor لمده كام يا سيدي؟ قدامك اوبشنز من اثنين، يا اما المريض يعمل عينه تطلع نيجاتيف او اسبوعين من السيمتوم فري بيريودز، يعني اسبوعين بعد الاتاك اللي جاله فيها الكوفيد ما بيشتكيش من اي سيمتوماتولوجي كده. التي ان اف الفا يا دكاتره بح خلاص. نروح للعنوان الثاني اللي هم الاي ال 6 بلوكر. خلينا اتكلم معاكم النهارده عن الميجور فيهم. انا اتكلمت المره اللي فاتت عن واحد صغير كده مع التوسيليزومات، لكن خلينا في الاساس خلاص ما فيش مشكله. الانترليوكين 6 بلوكر يا دكتور هنتكلم عن ايه النهارده؟ رقم واحد اسماء الادويه، مين هم الادويه؟ الدوز لمين يا دكتور؟ الانديكيشن. بالمناسبه بس هفكركم بسؤال كده، هو امتى بنستخدم ال TNF alpha inhibitors in rheumatoid arthritis؟ مين يفكرني يا دكاتره؟ بتويدو في السورايتك او في مجموعه الاسباب السورايتك؟ لا ايوه انا فاهم يعني بدون خلاف على دول، لكن بنتكلم عن الموست كومن يوميا في الكلينيكال. امتى بنستخدم ال TNF alpha inhibitor؟ والسؤال ده لزمايلنا المحترمين النواب الاطباء المقيمين، امتى تستخدم ال TNF alpha inhibitor في الروماتويد حسب الجايد لاينز؟ الهدف من محاضرات الدكاتره نحل اسئله ونعالج المرضى في العياده. فالسؤال كالاتي، انا افكرك بالجايد لاينز في اليولار الاخير، انت كنت بتستخدم مين الاساس يا دكتور؟ برافو عليك، الميثوتريكسيت اذا لم يكن هناك كونترا انديكيشن، وبعدين ترفع الدوز الى ان تصل لمده من 3 ل 6 شهور. طيب مفيش نتيجه وستيل الداس عالي يا دكتور، قدامك سكه من اثنين، في سكه للعلم وسكه للتحشيش. خلينا في التحشيش، نسال المريض معاك فلوس ولا لا؟ مفيش فلوس يا دكتور، والجزء ده احنا بنستهلكه بنستخدمه كتير. تعمل كومبانيشن ما بين السلفاسلازين والفلونامايد مع الميثوتريكسيت، يعني استخدام الكونفنشنال ديمات. طب لو معاك فلوس يا دكتور، قدامك سكه من اثنين، يا تي ان اف الفا انهبيتور يا جاك ستات انهبيتور، صح كده؟ يبقى امتى يستخدم الام تي اكس يا دكتور؟ اسف التي ان اف، لو المريض فيلد على الكونفنشنال ديمارد. بس احنا ما بنقولش والمريض معاه فلوس، بنقول ان بريزنس اوف بور بروجنوستيك فاكتورز. يعني يعني المريض معاه سيفير ارتيكلر واكس ارتيكلر، معاه جوجرن سندروم كمان، اثنين هاي تتر روماتويد فاكتور، هاي تتر انتي سي سي بي، او ايروجن في الاكس راي. دكاتره مركزين، حلو الكلام. طب هنكمل جمله كمان كده عشان اشرح توسيليزوماب كمان شويه. اذا لم يستجيب لهذه الخطوه هتشفت ما بين الاثنين دول. اذا لم يستجيب قدامك حل من ثلاثه، انترليوكين 6 بلوكر اللي هساله لك بعد شويه، اقول لك امتى تستخدم الاي ال 6 بلوكر في الروماتويد، يبقى ادي خطوه اثنين في الخطوه الثالثه، وبعدين ابات سبت او ريتوكسيماب. دكاتره الصوت واضح؟ تمام دكتور، في الاول وبعدين يجي تاني من. طب اعيدها تاني يعني؟ طيب حاضر، احنا عندنا مريض الروماتويد. هنا السؤال، امتى تستخدم ال TNF الفا بلوكر في مريض عنده روماتويد؟ الكلام سهل، القاعده العامه اليونار جايد لاينز قالت ايه يا دكاتره؟ ان البيست انيشيتس مش تب انك تدي ميثوتريكسيت اذا لم يكن هناك كونترا انديكيشن. شاطر، لمده كام؟ 3 ل 6 شهور. والله هنجيب المريض يا دكتور ونعمل اسسمنت للمرض، اخبار الداس ايه يا دكتور؟ اثنين، وجود البور بروجنوستيك فاكتورز. كويس،
لو المريض بعد الام تي اكس يا دكتور لم يستجيب ومعاه بور بروجنوستيك فاكتور، ايه هي البور بروجنوستيك فاكتور يا دكاتره؟ اللي هم الكلينيكال والاكس راي واللاب. كلينيكال يعني ايه؟ عنده سيفير ارتيكلر واكس ارتيكلر مانيفستيشن. برافو عليك. اثنين يا دكتور، اثنين هاي تتر انتي سي سي بي روماتويد فاكتور او بريزنس اوف ايروجن في الاكس راي، او عشان الناس ما تزعلش اساتذه الماسكل سكيلت الالترا ساوند. نعمل ايه يا دكتور بقى؟ نعمل ايه؟ تشفت المريض على تي ان اف الفا مع الميثوتريكسيت او جاك ستات انهيبيتور مع الام تي اكس. يبقى هنا السؤال، انت بتستخدم التي ان اف الفا امتى؟ لما يكون فيه ريزيستنس للكونفنشنال دي مارت. طب رقم اثنين، ما استجاب يا دكتور، تشفت. وبجاوب لك سؤال جاي بعد شويه، امتى بتستخدم الانترليوكين 6 يا دكتور في حاله روماتويد مثلا؟ لو هي كانت ريزيست للانيشال بيولوجيكال تريتمنت اللي هو التي ان اف الفا. يعني هي الخطوه رقم كام؟ ثلاثه. طيب نروح للاي ال 6 بلوكر يا دكتور، عندنا دوايين وفي ناس ثانيه، بس المشهورين مين يا دكتور والاساس؟ التوسيليزوماب وساريني مره، ساريني مره، ساريلوماب. هنا السؤال يا دكتور بقى مهم، مهم يعني. خلي بالك ان الانترليوكين 6 بلوكر ده يا اما من برين باوند يا اما بيلف في السيركيوليشن. السؤال بقى يا سيدي، الجرعه كام؟ جرعه التوسيليزوماب كام يا دكتور؟ التوسي جرعته كام؟ شاطر. بص يا سيدي، بص، يا اما اي في يا اما سب كيو. دكاتره الكلام ده ما فيهوش هزار، لا يحفظ الا بالتكرار، وانك انت تشتغل مع المريض كلينيكالي. بص يا سيدي، يستخدم اي في كل شهر. جرعتك كام يا دكتور؟ نبدا ب 4 مللي جرام بير كي جي. يتاخد اي في وتتابع الريسبونس، لم يستجيب تصل الى 8 مللي جرام بير كي جي. الماكسيمم دوز كام يا دكتور؟ حط صفرين جنب دي، يعني 800 مللي جرام في الانجكشن الواحده. شاطر، برافو عليك. طب السب كيو جرعتك كام يا دكتور؟ جرعتك كام؟ قال لك بص يا سيدي، على حسب الوزن، اقل من 100 واكثر من 100. فمعظم المرضى اقل من 100 يا دكتور، جرعتك كام؟ 162 مللي جرام every other week. خليك فاكر يا دكتور. لكن ده سيد الفاضل 162 مللي جرام كل اسبوع. طيب هل التوسيليزوماب ميزه؟ ايوه. ليه بقى؟ لما يحصل سايد افكت من الدواء وتحب تقلل الجرعات، فانت عندك سكيدول، بدل ما كان 8 تنزل ل 4، بدل ما كان كل اسبوع خليه افري اذر ويك. المهم جاي الكلام بعد شويه. طيب حبيبنا الثاني اللي هو مين يا دكتور؟ ساريلوماب. جرعتك كام يا سيدي؟ 150 ل 200 مللي جرام ساب كيو كل اسبوعين، يعني 200 كل اسبوعين. طيب اسال حضراتكم بقى، تعال نتكلم شويه عن الانديكيشنز وفي اي ال 6 يا دكتور في الروماتيك ديزيز، اي ال 6 انهبيتورز. يعني هنحلف كم مرة يا دكتور تحت عنوان احلف ان انت، احلف ان انت اتعلمت الانترليوكين 6 بلوكر؟ احنا مش بتوع اغاني يا دكتور، احنا مش بتوع اغاني. احلف ان انت اتعلمت، هتحلف 5 مرات على الانترليوكين 6 بلوكر. مين شاطر يقول لي يا دكتور اول انديكيشن مين؟ برافو عليك. رقم واحد ادلت روماتويد. طب رقم اثنين يا دكتور اللي هتحلف عليها بعد شويه. شاطر يا دكتور، شاطر. مين يا دكتور يقول لي؟ يلا يا دكتور عشان نصحصح مع بعض. اثنين جوفينال ايديوباثيك ارثرايتس. جوفينال ايديوباثيك كم نوع؟ اثنين، بولي ارتيكولر بولي والسيستميك اونست. ثلاثه، adult onset Stelzi disease.
أربعة. مين شاطر يجيبها؟ شاطر. جاينت سيل تمبرون أرترايتس صح. خمسة اللي يجيبها شاطر. انترستيشال لانج ديزيز سكندري لمين؟ سيستميك سكليروسس. شوف يا دكتور، أنا أسألك سؤال، أسألك سؤال. الغريب هنا يا دكتور إن في كل إنديكيشن قبل ما تبدأ الدواء لازم تقول ممنوع الانيشيشن ان ذا فولوينج كونديشن. قبل ما اشرح، يعني جالك واحد وعايز يمشي على اي ال 6 بلوكر، تحلف بالله ان هذا المريض ان انت داز نوت انيشيت يا دكتور، داز نوت انيشيت الدواء في هذه الشروط. مين يا دكتور شاطر يقول لي ما هي الشروط اللي انت داز نوت انيشيت فيها الاي ال 6 بلوكر؟ رقم واحد، برافو عليك يا دكتور، خلي بالك، ابسوليوت نيوتروفيليك كاونت اقل من 2000. ايه الابسوليوت نيوتروفيليك كاونت دي؟ هرجع لك انا بعد شويه. رقم اتنين يا دكتور، لو بليتلت اقل من 100,000. طب رقم ثلاثة، رقم ثلاثة لو الليفر انزيمز ALT او AST اكتر من 1.5 تايمز الابر نورمال ليميت. كويس دكتور محمد عمرو، انت ظاهر عندي على الشاشه، انت بتراقبني ولا ايه؟ طيب المعلومه اللي بعد كده يا دكتور، does not initiated في كل هذه الكونديشن. فانا اسالكم سؤال بسيط كده، يعني ايه absolute neutrophilic count يا دكاتره؟ خلي بالك عشان بعد شويه لما هنمشي على الدواء هيحصل سايد افكت، خلي بالك. لكن بادئ زي بدأ اول ما يجي لك المريض يا دكتور، يبقى انت عارف انك هتعمل رقم واحد سي بي سي، رقم اتنين هتعمل ليفر فانكشن تيست. عشان توصل ليه يا دكتور بقى؟ عشان توصل ليه؟ هتحسب الابسوليوت نيوتروفيليك كاونت. ايه الابسوليوت نيوتروفيليك كاونت ده؟ مين شاطر يقول لي يا دكتور بحسبه ازاي؟ ازاي بحسب الابسوليوت نيوتروفيليك كاونت؟ مين يعرف يا دكاتره؟ وتكون اقل من 100. شوف يا دكتور، بص يا سيدي، بتحسب الباند وايت بلاد سيلز زائد السيجمنتد على 100 مضروبه في التي ال سي، يطلع لك الابسوليوت نيوتروفيليك كاونت. اديني قلت لك اهو. بس خلي بالك يا دكتور، القضيه في ايه؟ ان في عنوان اسمه اللي يحضر العفريت يصرفه. يعني ما تجيش تقول لي ده المريض عنده elevated liver enzymes، طب اعمل ايه؟ الارقام واضحه، اي واحد من الثلاثه دول موجودين do not initiate يا دكتور. نرجع للكلام المهم بقى، نرجع للكلام المهم. احنا عندنا الانديكيشن في الادلت روماتويد، ثم في الاطفال الصغيرين بيدياتريك روماتولوجي، وبعدين ادلت اونست ستيلز ديزيز جاينت سيل. الثالثه مين او الاخيره مين يا دكتور؟ انترستيشال لانج ديزيز مع السيستميك سكليروسس. شوف حبيبي، في الخمسه دول قبل حضرتك ما تبدا كده تقول اقسم بالله لن نبدا التوسيليزوماب اذا ابسوليوت نيوتروفيليك كاونت اقل من 2000، ليفر انزيم اكثر من 1.5 تايمز الابر نورمال ليميت، بليتلت اقل من 100,000. قولهم خمس مرات بقى وبين نفسك كده عشان الام سي كيو. او مسالك سؤال بقى، هو انت بتستخدم الانترليوكين 6 بلوكر امتى في الروماتويد؟ يلا يا سيدي نقوم نراجع الجايد لاينز بسرعه. بص بص، نراجع الجايد لاينز بسرعه. استخدمنا الام تي اكس يا دكتور، لم يستجيب. نسال نفسنا في بور بروجنوستيك فاكتور ولا لا؟ مفيش، يبقى كونفنشنال دي مارد كومباينيشن ثيرابي. في نستخدم التي ان اف او لما نكون قادرين مفيش فايده، نشفت ما بين الاثنين، ما استجابش المريض يا دكتور.